Gini pak. Coba seberat ya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Buka, buka talinya, buka. Ini palanya. Ke tanah. Buka ya? Iya buka mukanya masukin ke tanah. Nah agak angkat dikit miringin. Nah, ya. Ciumin ke tanah. Belum, belum. Ciumin aja, sentuhin kalau enggak. Ganjel ya, Pak ya? Ganjel, ganjel. Batu tuh bola-bola itu. Biar dia nyentuh tanah. Yang penting nyentuh ke sini ini tanahnya. Enggak bukan itunya, Bang. Bukan belakangnya. Di belakang itu tempelin aja. Belakangnya. Nah, iya itu. Tempelin, adekin. Adekin ke tanah. Terus satu lagi ambil. Belakang. Mukanya ke belakang. Itu yang ganjil Bang, bola-bola ambil tuh. Nah, ke belakang Bang pala, dorong. Ya dorong ya gitu. Udah. Mateng ada tuh. Kita taruh-taruh aja buat sarat. Ini ada banget lagi mau bolong tuh. Nah itu. Tiker. Nguru papan dulu. Papan dulu dong. Ajang dulu dah. Ajang dulu. Udah ajanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ilal falah. Allahumma shalli wa sallim wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak usah.
Latin itu latin pak. Tanya-tanya. Nah, latin. Udah. Itu apin loh, jangan bantam gitu. Ke dalam ya. Tendetin ke dalam. Nah ya.
Kullu nafs
ذائقة الموت وإنما توقون وجركم يوم القيامة ومن يجزع من النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا مؤلف يا مؤلف يا مؤلف بنتكم اذكر أهل الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونقير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى الحق حق وأن الله يبعث من في القبور الآن قصرت في أسباق السراء ومشاكل الموتى فإذا جاءك الملك بك وهم منكر ونكير فلا يفزعك ولا يرهبك فإنهم خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون وعمل إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله وسلم نبيا ورسولا ألا زل حيتا ولا زل قمتا ولا زل تبعث إن شاء الله من الآمنين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صبر الله وصبر الله وصبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا اللهم اجعل صلاتك وما ثواب ما قرانا من القران العظيم وما خلى الله من لا اله الا هو وما سماه من سبحان الله بحمده وما صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما صلى ورحمة النازل بركة الإنسان ويطلب سيدنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرهم يوم المرسلين والسلام والسلام والأمر العامي وبيقول ثم إلى أرهم على أبو محمد اللهم اغفر له وارحمه وأعطه وأطعمه اللهم اغفر له وارحمه وأعطه وأطعمه اللهم اغفر له وارحمه وأعطه وأطعمه ونخرج الجنة ومثواهم ونجنا وإياهم اللهم اجعل صواب ذلك في الضلال من النار وإن ظلم في الضلال من النار اللهم اجعل في قبورهم نورا يسعى بين أيديهم اللهم اجعل قبورهم روضة من جنات الجنان ولا تجعل قبورهم رشة من حجار نيرا اللهم اجعل الرحمة والمغفرة ونعم الشفاء إلينا إلى أرواحنا القبور لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لنا الدرجات
وضيف لهم الحسنات وكبر من سيئات الخير جنة بغير حساب. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة ومستجابة الفاتحة. اللهم بحق سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.